أنا البحر في أحشائه الضر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ غواص في بحر اللغة مع أسامة عز الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. شهر رمضان ليه فرحة كبيرة قوي في قلوبنا من وإحنا صغيرين. الفرحة دي تلاقيها في الزينة اللي متعلقة في الشوارع، تلاقيها في وشوش الناس وهي بتضحك مبسوطة إن رمضان على الأبواب أو دخلوا رمضان، تلاقيها في انتظارهم بفارغ الصبر إن رمضان يبدأ. ما سألناش نفسنا قبل كده هو إحنا ليه بنفرح قوي كده بشهر رمضان؟ أقول لك ليه؟ عشان شهر رمضان نفسه عيد. أيوة، عيد قبل العيد. ليه؟ عشان شهر رمضان عيد ميلاد القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كلمة عيد مرتبطة بالفرحة، عشان كده ربنا حط في قلوب المؤمنين كلها فرحة كبيرة قوي باستقبال شهر رمضان. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك للمؤمن فرحتان: فرحة عندما يفطر، وفرحة عندما يلاقي الله سبحانه وتعالى ليجزيه على صيامه. يعني احنا صيامنا طول الشهر هو احتفال بنزول القرآن الكريم. اول حتة دي تروح من دماغنا يا جماعة، احنا طول الشهر صايمين عشان بنحتفل بنزول القرآن الكريم، او بتعبيرنا بنحتفل بعيد ميلاد القرآن الكريم. تخيل القرآن الكريم ده كائن حي وانت عايز تقوله كل سنة وانت طيب. ايوة، القرآن الكريم كائن حي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. ربنا سمى القرآن روح، ده القرآن مش كائن حي، ده القرآن مصدر حياة المؤمن التانية، في حياة جسدية في حياة قلبية. القرآن هو سر حياة القلوب. تخيل كده بقى، لو انت رايح عيد ميلاد انت بتحبه قوي قوي، تلاقيك بتفكر في الهدية، تتفنن ازاي تقدمها، تدور على كلام حلو تكتبه على الكارت. كل الاهتمام ده ليه؟ عشان بتحبه. يعني الحب يساوي الاهتمام. طب انت بتحب القرآن؟ لو سألت أي مسلم مهما كان شأنه، عاصي أو ملتزم أو أي مسلم، سأله كده: أنت بتحب القرآن؟ بملء الفم هيقول لك: آه طبعا بحب القرآن. طب أنت مهتم بالقرآن؟ استنى قبل ما ترد أدلك على مقياس حط العلماء، مقياس تعرف بالظبط نسبة حبك للقرآن. حلوة دي، جديدة دي، يا ترى في مقياس لحب القرآن؟ أيوة، العلماء حطوا لنا مقياس لحب القرآن. بيقولوا العلماء هجر القرآن أربعة: هجر القراءة إنك ما تقراش القرآن، هجر الاستماع إنك ما تسمعوش، هجر الفهم والتدبر إنك لما تمر بكلمة صعبة ما تفهمهاش ما تسألش، أو بأي غمضة مش همك تعرف معناها إيه، والهجر الأكبر بقى هجر العمل على هجر تطبيقه في الحياة. لو اعتبرنا كل واحدة من الأربعة اللي المقياس حطوا، اللي العلماء حطوا المقياس ده، لو اعتبرنا كل واحدة من دول 25%، ها طلعت نسبة هجرك للقرآن كام؟ يا ترى بتقراه طول السنة؟ يا ترى بتسمعه في شغلك أو في عربيتك أو في أوقات البينية اللي بتقعد فيها حريص إنك تسمع شوية قرآن أو تقرأ قرآن؟ يا ترى لما بتمر بآية تاني زي ما قلت لك بنحاول نفهمها ولا بنطبق القرآن في حياتنا؟ أنا خايف قوي إن النسبة تطلع قليلة. قال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بس عارف أكتر أو قول أخطر نسبة هجر تلمسها تقريبا هي إيه؟ هجر الفهم، فهم القرآن، وهجر العمل به. وطبعا هجر الفهم أخطر من هجر العمل. أقصد إيه بهجر الفهم؟ يعني إحنا لما بنعدي معظمنا على كلمة صعبة هل بنحاول نعرف معناها إيه؟ يعني كلمة زي كلمة وقب اللي بنرددها كتير قوي في قول أعوذ برب الفلق، فكرت مرة تسأل يعني إيه وقب؟ تعرف يعني إيه الصمد؟ قل هو الله أحد، الله الصمد. طب تعرف يعني إيه العاديات ضبحة؟ طب يعني إيه كلمة العالمين؟ الحمد لله رب العالمين. لو مش عارف كل الكلمات دي اللي بنرددها يوميا وبنتعبد بيها عادي؟ ناس كتير قوي تقول لك إيه؟ تقول لك عادي، ما هو ربنا بيدينا على كل حرف 10 حسنات، وممكن كمان تتضاعف الحسنات ديت.
المهم نقرأ ونختم القرآن، وكل ما ختمناه أكتر هناخد ثواب أكتر. يعني أنت قصدك تقولي إن الكم مش مهم الفهم؟ أقول لك لا. إيه رأيك بقى إن ربنا عذر الناس في الكم وما عذرهمش في الفهم؟ إزاي يعني قصدك إيه؟ هقول لك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن إيه؟ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منهم. يعني الكم اللي يتيسر لكم اقرأوه. لكن القرآن تلاقيه شديد جدا في مسألة التدبر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يعني الهدف الأساسي من نزول القرآن عشان يدبروا آياته، ليدبروا آياته، لم التعليل. بل القرآن اشتد على اليهود جدا لما التوراة نزلت لهم وما عملوش بيها ولا حفظوا عليها ولا فهموها حق الفهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أسفار اللي هي الكتب. تخيل الحمار شايل على ظهره كتب. هل الحمار يدري أو يفهم أو يعقل كلمة واحدة من اللي جوه الكتب؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تهذوا القرآن كهذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن، اسمع الأخيرة دي بقى، ولا يكن هم أحدكم نهاية السورة. يعني إيه؟ لا تهذوا القرآن هذ الشعر. يعني إيه؟ يعني ما تقرهوش بسرعة. هذ الشعر بكون حافظ قصيدة كده عمال تقولها إيه ورا بعضها كده، اللي هو القرآن ورا بعضه كده. طب يعني إيه بقى الدقل؟ لا تنثروه نثر الدقل. الدقل اللي هو التمر السيء، التمر الرديء. لما كانوا ينزلوا التمر كده من على النخل يقوموا يمسكوا التمر الرديء ايه يرموه كده، فانت قاعد بتقرا القران عمال ترمي كلام كده ولا انت فاهم بيقول ايه ولا انت تعمل عارف ايه. حركوا به القلوب. القران نازل القلوب يا جماعه، حركوا به القلوب. اسمعوا الاخيره افكرك بها تاني، ولا يكن هم احدكم ها اخر السوره صلى الله عليه وسلم. اذا التدبر والتفكر فرض على كل مسلم بيحب دينه وحريص على ارضاء ربنا سبحانه وتعالى. زي ما قال العقاد، التفكير عبادة. ولكن هل هناك تفكير بلا لغة؟ مفتاح الفهم معرفة معاني الكلمات. من باب الفرض ده بقى والواجب نحو ديننا وقرآننا نشأت فكرة برنامج غواص في بحر اللغة. برنامج واضح من اسمه انه بيهتم باللغة العربية وكل ما ينتمي اليها من فروع، اعراب، بلاغة، تعبير. هدفنا وبكل وضوح اعادة وعينا بلغتنا العربية من جديد، إعادة فهمنا للكلمات اللي كدنا ننساها، إعادة شعورنا بجمال اللغة العربية وعبقريتها، إعادة عرض لغتنا بشكل عصري يليق بها كلغة أقدس كتاب على الأرض وهو القرآن الكريم. بس حبينا نبدأ سلسلة غواص في بحر اللغة في رمضان وبمعاني القرآن كحسن بدء. اللهم وفق وبارك. يعني إن شاء الله إحنا مكملين بعد رمضان، إن شاء الله هنتناول كل ما يخدم اللغة العربية. قبل ما نبدأ البرنامج مع بعض ونغوص في أعماق بحر اللغة القرآنية، أحب أوضح الأسس اللي هيقوم عليها البرنامج. أول حاجة احتراما لأهم مبدأ في العلم والعمل وهو التخصص. أنا مش بفسر القرآن. تاني يا جماعة، أنا مش بفسر القرآن، أنا بوضح بعض معاني الكلمات الغامضة في القرآن. يعني بشتغل في تخصصي وهو اللغة العربية كدارس ومدرس ليها لمدة أكتر من 20 سنة. لأن كلمة تفسير قرآن دي كلمة كبيرة قوي، لها علماءها ولها أساتذتها ولها مصادرها المعتبرة ولها المتخصصون فيها. إنما أنا متخصص في اللغة، يعني كل كلام إن شاء الله هيدور حوالين اللغة، معاني الكلمات. حتى إذا تعرضت لآية قرآنية بفسرها أو أي جملة في القرآن بفسرها، هرجع للمصادر المعتبرة وإن شاء الله رب العالمين أقول لكم ده من مصدر إيه. يعني أنا في التفسير ناقل ليس أكثر. حتى في شرحي لمعاني الكلمات أنا اعتمدت على أمهات الكتب الكبيرة زي لسان العرب والقاموس المحيط وغيره وأفضل الكتب العلمية الحديثة. وأقدم لكم على الشاشة
مجموعة من المصادر اللي اعتمدت عليها عشان برنامجنا يبقى برنامج علمي موثق. أما عن نظام البرنامج فإن شاء الرحمن الرحيم برنامجنا مدته 20 دقيقة. البرنامج مكون من فقرتين، الفقرة الأولى هتتناول مختارات من أجزاء القرآن الكريم بالترتيب للمساعدة على فهمها مع التعرض لبعض آيات القرآن اللي تحتاج إلى توضيح زي ما قلنا من مصادرها المعتبر. ولا أزعم أبدا إن أنا هغطي الجزء كله يا جماعة، هي عبارة عن مختارات للكلمات الغامضة أو للآيات الكريمة اللي محتاجة التوضيح، لأن كوني إن أنا أكفي الجزء كله ده طبعا مش في وسعي ولا في وسع أحد، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. الفقرة الثانية هنتناول فيها جملة تعبدية من الجمل اللي متعودين نقولها كتير، زي سبحان الله وبحمده، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد. وهعيد تاني تعريفها اللغوي وهتلاقوا ان فرق كبير قوي بين اللي نقول بين اللي بنقوله او بين اللي فاهمينه وما بين معناها الحقيقي في اللغه. واخيرا وقبل ما نبدا رحلتنا المباركه مع معاني كلمات القران الكريم، احب اكد ان اللي بيعمله ده يا جماعه من باب الفرض والواجب، وليس من باب فكره عجبتنا وعايزين ننفذها او حماس في بدايه الشهر الكريم بنتحمس وبعدين نبدا حماسنا يقل ويبدا الاهمال يرجع تاني لمعاني الكلمات القران الكريم. لان يا جماعه من اكبر حقوق ربنا علينا ان احنا نفهم كلامه، كلامه هو القران، وحق ربنا على كل بني ادم خلقه انه يسمع له. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خيركم من تعلم القران وعلمه، فكن عالما أو متعلما لأنه لا يبقى بعد ذلك إلا الهالكون. تذكر طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وطوبى لنا جميعا إذا وفقنا الله تعالى في هذه المهمة المباركة. أهلا بكم من جديد. هنبدأ دلوقتي مع بعض إن شاء الله مسيرة التعرف على معاني كلمات القرآن الكريم لنحقق بإذن الله الحد الأدنى من التدبر لمعاني كلمات القرآن. هنبدأ كده ونتوكل على الله، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنبدأ سورة الفاتحة. طبعا أنا معايا 10 دقائق فقط المتاحين في الفقرة ديت، هنتناول ما نستطيع تناوله بإذن الله من كلمات ونكمل تباعا بإذن الله رب العالمين. هنبدأ مع سورة الفاتحة، وأول كلمة قبل أي حاجة خالص هي كلمة سورة. عايز أقف قدام الكلمة دي شوية لأن في البعض بيخلط ما بين سورة بالسين وسورة بالصاد، تجد بعض الناس كاتبة سورة الفاتحة بالصاد. فلتعديل الخطأ ده نفهم بس الفرق ونفهم أصل الكلمة. كلمة سورة بالسين جاء من الفعل سار يسور، أي يعلو ويرتفع، ومنه سموا السور اللي بيحيط بالمدينة أو بالبيت عشان عالي ومرتفع ويحيط بالمكان فسموه سور. فدي جاية من هنا التسمية، لأن مجموعة الكلمات أو مجموعة الآيات اللي لها بداية ونهاية بنسميها في القرآن سورة، سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران. وسورة حطينا تاء التأنيس، ما قلناش سور عشان تدل على الواحدة، سورة واحدة يعني. وده من إعجاز التسمية في القرآن الكريم، لأن القصيدة مثلا بتتكون من أبيات، الكتاب بيتكون من فصول وأبواب، إنما القرآن الكريم بيتكون من سور، وكأنها فيها إشارة أن أي حد هيجي يحاول يعمل زيه هتلاقيه بيعلو عليه ويرتفع. فحتى ربنا تحدى الكفار وقال لهم، وتحدى الناس كلها وقال لهم ها وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فكلما جئت تتحدى هذا القرآن تجده يعلو ويرتفع. فكلمة سورة هي تسمية جميلة جدا لأجزاء القرآن أو مكونات القرآن الكريم. ومن هنا بقى عرفنا الفرق ما بين سورة بالسين من على وارتفع وأحاط زي السور بالزبط، وصورة تانية اللي هي الصورة المعروفة، الصورة الفوتوغرافية أو الصورة التلفزيونية. ما عادش ينفع يا جماعة نكتب سورة الفاتحة بالصاد، سورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
هنعين جملة الحمد لله للفقرة اللي هي دايما عندنا فقرة تانية مدتها 5 دقائق زي ما قلنا، ونختار جملة تعبدية زي جملة سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ونشرحها. فجملة الحمد لله هنشرحها إن شاء الله في فقرات اللي بتتناول الجمل التعبدية، جملة الحمد لله. رب العالمين، واقف قدام كلمة رب كده عشان رب في اللغة مهم قوي نعرف معناه. أولا الرب يعني صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، الرب. والرب في اللغة معناه الصاحب والمالك ومدبر الأمر. وما نفتكرش يا جماعة أن كلمة الرب هي خاصة بأهل الكتاب، يعني في كلمات في ناس كتير لما نقول الرب سبحانه وتعالى يقول لك الرب إيه يا عم، قول الله. أيوة، ما هو الرب قلنا من صفات الله سبحانه وتعالى، فالرب أو اللي هو الصاحب المدبر المالك، فهي ليست يعني لأهل الكتاب فقط، ولكن نستخدمها أيضا كمسلمين ولا نتحرج من استخدام كلمة الرب للتعبير عن ربنا سبحانه وتعالى. والرب، رب في اللغة اللي هي بنقول عليها رب، بنربي أولادنا، أيوة جاية من كده. فكلمة رب في اللغة تطلق على من يتعاهد الشيء ليبلغ به أحسن ما يكون، سواء في الأمور المادية أو في الأمور المعنوية. ممكن رب تطلق على البشر بس بشرط نضيفها لشيء، يعني نقول رب العمل، رب البيت، لكن لو جت من غير إضافة كده يبقى بتدل على ربنا سبحانه وتعالى. كلمة العالمين كلمة جميلة أوي لما تعرف معناها. هي بيسموها في اللغة العربية ملحق بجمع المذكر السالم، تسمية كده علمية كده أو نعود أسمعنا عليها حتى لو مش متخصصين في اللغة، لكن يبقى عندنا الثقافة ديت بثقافة لغتنا، اسمها ملحق بجمع المذكر السالم، يعني تعامل معاملة جمع المذكر السالم. ولها صورة أخرى ممكن أوي تبقى جاية بالواو، نقول العالمون. العالمين هي كل المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. كل موجود أوجده الله هو عالم، وسمي بعالم لأنه علامة على وجود الله. فالعالم الذي نعيشه هو علامة على وجود الله، أي عالم آخر هو علامة على وجود الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، الحقيقة لو جيت أبحث عن الفرق ما بين كلمة رحمن وكلمة رحيم هتلاقي كلام كثير يقال، نكتفي به من أحد اختياراتنا من وسط هذه المقولات الكثيرة عشان نختار حاجة تثبت في دماغنا. الرحمن عظيم الرحمة، أما الرحيم دائم الرحمة. كلمة فعلان في اللغة العربية زي غضبان، سبحان، هذه الكلمة تدل على التفخيم والمبالغة، فرحمن عظيم الرحمة، أما رحيم فيتدل على دوام العطاء ودوام الرحمة. مالك يوم الدين، كلمة الدين هنا هتستغرب قوي لما تعرف أن في علاقة ما بين كلمة الدين ومدينة، تخيل. لأن دين في اللغة، كلمة دين جاي من دانا يدين، أي يخضع، ما قلت دان له الأمر يعني خضع، فكلمة دان خضع، فالدين هو الخضوع، وكأن عندما نخضع لتعاليم معينة إذا نحن تدينا بهذه التعاليم، فالدين الإسلامي هو الخضوع لتعاليم الإسلام، فكأننا لما ما نخضعش لتعاليم الإسلام يبقى احنا مش متدينين. طب إيه العلاقة ما بين دين ومدينة؟ قالوا لا تسمى المدينة مدينة إلا إذا كانت خاضعة لولي أمر ينظمها، فكأن المدينة لو كان فيها حتى أحدث يعني العمارات وأحدث الأبراج وأحدث الطرق وليس لها ولي أمر فهي ليست مدينة، فالمدينة جاية من الخضوع لتعاليم ونظام. يوم الدين أيضا تعني الحساب والجزاء، فيوم الدين وكأن الدين، كل واحد بقى هياخد حسابه، كل واحد هياخد جزاءه اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره له أو اللي هو عمله بأعماله. فيوم الدين أي يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم القيامة اللي احنا بنقول عليه يوم القيامة، لكن عرفنا أصل كلمة دين جاية من الخضوع. إياك نعبد، لما تيجي تدور على معاني كلمة أو كل المعاني اللي بتدل عليها كلمة عبدة تلاقي معنى مشترك لطيف جدا ما بينها، كلها بمعنى لان برضو وخضع وذل نفسه. لما اقول عبد ذل، طبعا ذلل نفسه يعني اخضع نفسه، مش الذل اللي هو الحاجه السيئه يعني. ما اقول اعبد الطريق، عارفين يعني ايه نعبد الطريق؟ يعني نزيل ما في الطريق من عقبات حتى يسهل المسير فيه. فكأن العبد ازال ما في نفسه من شهوات ومن رغبات ومن صفات سيئه حتى يستقيم على امور الدين. فشفت العلاقه ما بين عبد بمعنى لان وخضع، وبمعنى دين أيضا بمعنى خضع، فالعبودية معناها اللين لله سبحانه وتعالى والخضوع له سبحانه وتعالى. طبعا هناك بقى العبودية الأخرى بمعناها السيء
ولكن ده بيحمل على الإذلال وبيحمل على التحكم في الناس وفي مصائرهم، فهي بتعني الحبس هنا بمعنى الحبس. وإن كان أيضا من الممكن أن نأخذ كلمة عبد الله أي حبس نفسه على تعاليم الله سبحانه وتعالى، ولكن قلنا تستخدم كلمة عبد إذا كانت لله دلت على الحرية ودلت على العظمة ودلت على اللين والخضوع، أما إذا كانت لغير الله فهي تدل على الحبس وتدل على الشقاء. فالعبيد غير العباد. اهدنا الصراط، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الطريق، تجمع كلمة صراط في اللغة العربية بمعنى الطريق، وهي تجمع على كلمة صرط. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نأتي بعد ذلك لسورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. نخلي بالنا كده أن احنا ممكن نقول ذلك الكتاب ونقف، يعني ذلك الكتاب ولا كتاب غيره. عارف زي ما لك إيه؟ هذا هو الرجل، بس خلاص. هذا الرجل يعني ايه؟ هذا الرجل يعني ما فيش غيره رجاله، يعني فاهم المعنى؟ فلما اقول ذلك الكتاب اي ذلك الكتاب ولا كتاب غيره. لا ريب اي لا شك، كلمه ريب الشك بتهمه وبتخوف وتجمع على ريوب. هدى للمتقين، نقف مع كلمه المتقين ديت، يمكن قربنا نخلص وقتنا، بس المتقين دي مهمه قوي. كلمه متقي جايه من الفعل وقى، وقى، والوقايه هي دفع شيء بشيء، يعني احمي نفسي بهذا الشيء بشيء. يعني لما اجيب مثلا اللي بنقول عليها شمسيه ونمشي في الشمس، يبقى انا دفعت حر الشمس بهذه الاله، يبقى ده الوقايه، وقيت نفسي ها حر الشمس. فالوقايه هي الحمايه. يبقى المتقين جاء من مين؟ من فعل وقى، اي حمى نفسه بتعاليم الله، وكان تعاليم الله سبحانه وتعالى هي اللي بتحميك عن الاضرار. زي ما الشمسيه دي حميتك من حر الشمس، الصلاه بتحميك من عذاب، الصوم بيحميك من الضلال والعذاب، وهكذا. فلذلك المتقي هو كل من يقوم باجراءات لمنع الضرر. فكونك انت بتعمل اي حاجه فيها منع ضرر فانت تتقي. فالمصلي متقي، والمزكي متقي، والصائم متقي، وكل هؤلاء متقين. ودي يمكن من اعلى الصفات اللي ربنا بيحبها سبحانه وتعالى في عباده. الذين يؤمنون، كلمه يؤمنون يا جماعه، احنا ساعات كتير اسال الناس يعني ايه يؤمن؟ يقول لك يؤمن، مؤمن يعني. ايوه يؤمن يعني ايه؟ يعني يؤمن يعني يصدق. فكوني مؤمن بالله، مؤمن بالجنه، مؤمن بالنار، اي مصدق ان هناك جنه وان ربنا سبحانه وتعالى موجود وان النار موجوده، فهو التصديق. فكل من وقى نفسه وحمى نفسه من عذاب الله بصلاة أو صيام أو زكاة فهو متقي، وكل من صدق يقينا بأن الله موجود وأن الجنة موجودة وهكذا، يبقى ده اسمه مؤمن. فمؤمن يعني مصدق، وهي تحمل معنى الأمان أيضا. يعني لما تروح كده في المعاجم وتدور على كلمة مؤمن، جاء من أمنة، يعني الجذر اللغوي بتاعها أمنة، ألف وميم ونون. فلذلك يقول لك أمنة هي بمعنى نال الأمان أو صدق. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. كلمة الصلاة في اللغة أصلها الدعاء، وهنتعرض لها بعد كده لما نيجي نتكلم في الجمل التعبدية في اللهم صلي على محمد. الصلاة أصلها معناها الدعاء. ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يوقنون من يقنا، يقنا يعني زال الشك، عكس كلمة ريب اللي موجودة فوق. فيقنا أي على يقين، أي متأكد تمام التأكد من أن هناك آخرة وأن هناك حساب. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كلمة المفلحون دي ظريفة أول ما تعرف معناها، أصلها من فلحة. فلحة بيسموا الفلاح فلاح ليه عارفين؟ عشان فلحة في اللغة شقة. ما أقول فلح الأرض يعني إيه؟ شق الأرض. ففلح شقة الفلاح عشان بيشق الارض كتير، عشان يحط البذور اللي حرتها، يعني يقسمها كده ويشقها كده ويحط البذر فيها، فسموه فلاح. انما مفلحون هنا معناها الفائز، وكان الفائز يشق طريقه الى هدفه. فالمفلح هو الشاق الطريق الى هدفه، او الفائز بما يريد باذن الله. فمنها عرفنا كلمه فلحه اصلها ايه، حتى يقول لك حي على الفلاح،
يعني حي على الفوز وحي على النجاح وحي على النوال. يبقى دي الكلمات اللي تناولناها في خلال الوقت المتاح. تناولنا معنى كلمة سورة، وقلنا نفرق ما بين سورة وصورة، وصورة بمعنى ما على وارتفع، قلنا ده من إعجاز تسمية القرآن الكريم. وقفنا قدام كلمة رب، وقلنا الرب هو الصاحب والمالك والمدبر الأمر والمتعاهد بالرعاية الذي يريد الشيء ليصل إلى أعلى قمة. والعالمين قلنا معنى العالمين من علامة، أي العلامة على وجود الله سبحانه وتعالى، والعالمين هي كل مخلوق أوجده الله سبحانه وتعالى. والرحمن قلنا الرحمن على وزن فعلان، وهو تعظيم وتفخيم للرحمن سبحانه وتعالى. والرحيم أي يدل على دوام الرحمة واستمرارها في، يعني في هناك أقوال كثيرة لكن انتخبنا هذا القول. قلنا كلمة الدين، وعقدنا العلاقة ما بين كلمة دين ومدينة، وعرفنا أن الدين معناه كله كلمة دانة في اللغة بمعنى خضع. ونعبد عرفنا معناها الجميل بمعنى لان أيضا، وخضع وأزال كل ما يعرقل الحركة زي عبد الطريق. وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط، قلنا الصراط بمعنى الطريق. وقفنا قدام قراءة مهمة، ذلك الكتاب، خلي بالك من الممكن أن تقرأها وتعتبرها جملة تامة، ذلك الكتاب أي هذا الكتاب ولا كتاب غيره، أي غيره. ولا ريب، عرفنا كلمة ريب بمعنى الشك وتجمع على ريوب، وجاية من رابني أو أرتاب في الشيء. في هدى للمتقين، عرفنا أصل كلمة المتقين هي وقايا من الوقاية والحماية ودفع الشيء بشيء آخر. يؤمن، عرفنا أن كلمة يؤمن معناها يصدق. ويقيم الصلاة، أشرنا إشارة سريعة إلى أن معنى الصلاة في الأصل معناها اللغوي الدعاء. وكلمة الذين يؤمنون بالغيب، وكلمة يوقنون، يوقن جاء من يقنا، ويقنا معناها التأكد وزوال الشك. وكلمة المفلحون قلنا جاء من فلحة بمعنى شقة، لذلك سمي الفلاح فلاحا لأنه يشق الأرض. وفلحة أيضا في اللغة تعني الفوز والوصول إلى الهدف. ده اللي كان متاح لنا في فقرتنا أو في العشر دقائق المتاحة. ممكن أقول كتير لكن حبينا نقسم الموضوع كده علشان اللي حب يستزيد إن شاء الله بإذن الله يستزيد معنا في الحلقات القادمة بإذن الله رب العالمين. فاصل عشان نتناول في الفقرة اللي جاية إن شاء الله جملة سبحان الله، اللي دي الجملة التعبدية، لنعرف أصل كلمة سبحان، وهل في علاقة ما بين كلمة سبحان وكلمة سباحة نسبح؟ هل في علاقة ما بين سبحان وسباحة؟ هنشوف إن شاء الله رب العالمين في الفقرة الجاية في أصل كلمة سبحان الله. عدنا أعزائي المشاهدين، هتناول معاكم دلوقتي جملة بنرددها كتير قوي، يمكن في اليوم بعد كل صلاة بنرددها 33 مرة. لو جمعت 33 في 5 هيطلع لك 165 مرة بنقولها على سبيل التعبد لله سبحانه وتعالى. ده غير ان احنا ممكن نرددها مئات المرات بل آلاف المرات. لكن الجملة دي عايزين نعرف يعني ايه، يعني ايه كلمة سبحان الله؟ سبحان دي يعني ايه؟ انا هركز قوي على كلمة سبحان المرة دي. سبحان في اللغة لما تيجي تبحث في أصلها تلاقي لها معنيين. يعني لو فتحت كل المعاجم كلها وبدأت تدون معنى سبحان ده، قال إيه لسان العرب، قال إيه قاموس المحيط، قال إيه مختار الصحاح، قال إيه الوسيط، قال إيه، تلاقي فيه معنيين مشتركين في كلمة سبحان، معنيين فقط. على كثرة هذا البحث تلاقي معنيين فقط لسبحان: السعي في خفة ونشاط. يعني اللي بيسبح في المية ده بيسعى بيقطع مسافة، والمية شايلاه فهو كده بيسعى في خفة ونشاط. ايضا لما يقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول في فلك يسبحون، النجوم بتسبح في السماء، يعني بتسعى محموله في نشاط وخفه، النجوم التي الى الله. تاني المؤمن عندما يسبح فهو يسعى، ايوه يسعى، انت شكلك في حركه سكون، جسمك ساكن لكن روحك بتسعى في حركه لطيفه سريعه جميله الى الله سبحانه وتعالى، يسعى. وفي نفس الوقت ينزه الله ويبعده عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فكأننا عندما نزهنا الله سبحانه وتعالى صرنا نسعى إليه ونصعد إليه، روحنا طبعا تصعد في خفة وحركة ونشاط. تاني يا جماعة معلش المعنى ده يستقر في أذهاننا تاني. احنا قلنا سبحان بمعنى حركة نشيطة لطيفة خفيفة سريعة.
كمن يسبح في الماء أو كالنجوم التي تسبح، أو حتى ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول سيدنا محمد إن لك في النهار سبحا طويلا أي سعيا طويلا. فهذا المعنى الأول، السعي في خفة وحركة وسرعة. المعنى الثاني هو تنزيه الله عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، إبعاد ربنا سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص تتخيلها، سبحان الله عن الموت، سبحان الله عن الولد، سبحان الله عن الشريك. طب إيه اللي يضم المعنيين؟ كأننا عندما ننزه أي نبعد الله عن تلك الصفات التي لا تليق بجلاله، يحملنا الله سبحانه وتعالى في حركة خفيفة نصعد أو تصعد بها أرواحنا وقلوبنا إليه سبحانه وتعالى في خفة وحركة ونشاط جميل. فإذا كل واحد دلوقتي لما يقول سبحان الله يستشعر هذا المعنى ويعلم أنه ليست في حركة ساكنة، مش قاعد كده وخلاص سبحان الله سبحان الله سبحان الله ومش عارف بيقول إيه، لا لا لا، ده أنت لما بتقول سبحان الله أنت تصعد، أنت تتحرك ناحية ربنا سبحانه وتعالى، تتحرك، أيوة تتحرك حركة، وإن كنت لا تراها بجسدك فأنت تتقدم إلى الله. فكلما قلت سبحان الله أنت تسعى إلى الله وتتقدم إلى الله. وكمان إيه، مش تقدم صعب، ده تقدم لطيف، تقدم خفيف، كمان يحمله الماء، كمان يحمله الماء، الماء بيحمل السباح، وتلاقي السباح يدوبك بيتحرك الحركة دي ويشق هذا الإيه، ويشق هذا الماء. فعندما نسبح نحن نسعى إلى الله سبحانه وتعالى في خفة وحركة وجمال. ليه؟ ليه؟ لأننا ننزهه عن كل نقص. شفت عبقرية اللغة قد ايه؟ شفت انك بعد كده لما تقول سبحان الله تحس انك انت بتصعد وتتحرك. حتى الدليل كمان على هذا المعنى الذي اثيره، ربنا بدأ سورة الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده، سبحان الذي اسرى بعبده، لان احنا عارفين ان الاسراء حركة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ثم المعراج الى السماوات السابعة، فالسماوات السبعة او إذن يا جماعة كلمة سبحان الله استخدمت عند الحركة وعند الصعود لله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، ولنستشعر هذا المعنى دائما عندما نسبح، أننا نسعى إلى الله في خفة وفي حركة وفي سرعة وفي نشاط جميل، لأننا ننزه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. كمان في معنى لطيف قوي هنلمحه وراء اختيار كلمة سبحان للتسبيح. واحنا راكعين بنقول سبحان ربي العظيم، واحنا ساجدين بنقول سبحان ربي الأعلى، بعد الصلاة بنقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ليه ما بنقولش مثلا واحنا راكعين أسبح الله، نسبح الله، تسبيحا لله؟ ايه الفرق ما بين كلمة سبحان وما بين كلمة أسبح وتسبيح؟ علماءنا علماء اللغة لهم تعريف لطيف قوي للمسألة دي ومعنى جميل قوي عن الحظم. بيقولوا ان كلمة سبحان اسمها اسم مصدر، في حاجة كده في اللغة العربية عندنا اسمها المصدر، الناس اللي مش متخصصة في اللغة العربية احب اوضح لهم النقطة دي، نقطة بسيطة خالص. المصدر في اللغة العربية هو ما يصلح ان يكون مفعول مطلق للفعل، مفعول مطلق يمكن كلنا بندرسها في ابتدائي بنسمعها، يعني مثلا اسبح تسبيحا، نعرف تسبيحا دي ايه، مفعول مطلق للفعل، ايه للفعل اسبح، يمثل تمثيلا، جرى جريا، ضرب ضربا، وهكذا. يبقى إذن عندما نشتق كلمة من نفس حروف الفعل لها أوزان معينة ولها قواعد معينة بنسميها إيه؟ بنسميها مصدر. ونراعي بقى يعني كل فعل ليه مصدر يناسبه، يعني أسبح تسبيح، لكن مثلا سبح سباحة، أو مثلا ضرب كلمة ضرب ضربا، لكن كلمة اضطرب اضطرابا. أقول لكم حاجة كمان، كلمة حقق تحقيقا، كلمة تحقق تحققا، ماشي كده؟ يعني كل فعل له ايه؟ له مصدر يناسبه. لما جم يدوروا كلمة سبحان دي ايه الفعل اللي يناسبها؟ ملقوش. يعني ايه ملقوش؟ يعني مفيش، يعني المفروض ان انا اسبح تسبيحا، فكلمة سبحان جاية كده ملهاش فعل يناسبها، ملهاش وزن يناسبها. فقالوا ده اسمه، العلماء بقى بيسموا دي اسم مصدر، يعني هي اسم يعني في الشكل مصدر لكن ملهاش فعل بالظبط يساويها. وهنا بقى المعنى يبدأ يبان. قالوا اختيرت صيغة سبحان للدلالة على أن التسبيح لا يرتبط بفعل ولا يرتبط بفاعل، فالله سبحانه وتعالى منزه حتى ولو لم يوجد المكان والزمان والفعل. ما هو الفعل محتاج مكان يتعمل فيه الفعل، ومحتاج زمن يتعمل فيه الفعل، ومحتاج حد بإيه؟ بيسبح. فلو قلنا أسبح، لو انا ساجد بقول اسبح الله تبقى حاله فرديه،
لو قلت نسبح الله يبقى حالة جماعية مرتبطة بالزمان وبالمكان بتوع الناس دولت. لكن كلمة سبحان مطلقة في التسبيح لله، أي أنه سبحان الله وإن لم يوجد مكان وإن لم يوجد زمان وإن لم يوجد فاعل وإن لم يوجد شيء، فالله سبحانه وتعالى مسبح قبل أن يسبحه المسبحون، فعلا سبحان الله. دي كانت الفقرة الثانية، ودي كانت نهاية الحلقة الأولى من برنامج غواص في بحر اللغة. أدعو الله عز وجل أن تكون قد أضافت إليكم وقد حركت وعينا اللغوي بعض الشيء، وأثارت انتباهنا إلى ما نستخدمه من ألفاظ. وأرجو أن تكون يعني أعجبتكم هذه الحلقة، وإن شاء الله أوعدكم بتحسينها وتطويرها، ولكن هذا ما نملكه الآن. فيا ربي بارك لنا فيما أعطيتنا، وإن شاء الرحمن الرحيم نكمل المسيرة مع بعض في التعرف على معاني الكلمات القرآنية، وإن شاء الرحمن الرحيم نخدم ديننا ونخدم قرآننا بتدبره. فلك الحمد يا ربي، لا نشاء إلا أن تشاء، ولا نحيط بشيء من علمك إلا بما تشاء، فلك الحمد يا ربي على ما شئت من علم، وقل رب زدني علما، واللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أستودعكم الله أعزائي المشاهدين إلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.